قصه فؤاد المهندس، نجاح الموجي كان بيتكلم عن فؤاد المهندس، يعني هو سالوه مين اكتر ناس بتضحكك؟ قال ان في شخص عادي جدا يعني كان ساكن جنبه، فكان بيلبس بدله حمراء وشراب احمر ومش عارف ايه، وكل يوم بنفس البدله وبيحصل له نفس المواقف اللي هو بيتطين كده ومش عارف ايه، فهو كان بيشوف الشخص ده في الحاره يضحك. اما من الفنانين كان بيضحكوا طبعا عادل امام وسمير غانم. فلما اتكلم عن فؤاد المهندس بشكل شخصي يعني قال ده من اهم الفنانين، اللي هو مفيش بينه وبين بين الجيل الاصغر منه حقد او ضغينه. فكان هو رغم ان هو كان ممثل كبير جدا وبتاع، كان بيفرش الافيه للممثل الموجود جنبه اللي هو اصغر منه، يعني يمهد له ما دي دايما بقى يعني الوضع ده فكر اي نجم كبير واي حد واثق في نفسه طبعا من قدراته. ودلوقتي زمن اختلف، لان خلاص بقينا في عصر السرعه اكتر، السوشيال ميديا بقت عامل كبير جدا للانتشار لكل الناس، يعني حتى مش بس للفن يعني.